بطولة الدوري وأفريقيا أبطال الكؤوس وتألق الكابتن حمدي نوح، اتنقل بعدها الإسماعيلي. كان اختلفت مع مايكل إيفرت وقتها صح؟ هو اللي حصل بالظبط ان انا بعد ما جالي التهاب كبدي وبائي المدرب الانجليزي مايكل ايفرت ده كان بيتعامل معانا كابتن اسامه على ان احنا آلة معامله انجليزي يعني معامله اللعيب المصري عايز معامله خاصه انا يعني مثلا خطورتي بتبان فين جوه ال 18 انزل تحت ال 18 شويه ممكن اوصل واحد يميني واحد شمالي للجول فده كان اسلوبي فهو حاول يغيره ان راس الحربه الكره ناحيه الباك يمين اروح على ناحيه الوينج اليمين عشان تتعمل لي اوفر عشان امسكها واحطها ويبقى الخطوره في نص ملعب الخصم الباك يمين مع الكره اروح جري كده باك شمال مع الكره اروح جري لقيت كدا. الاسلوب بتاعه مش هيتماشى معاك قلت له انا ما اقدرش اعمل كده قال لي انت وعبد الرزاق كريم انتوا اتنين لعيبه العب على كده انا ما اقدرش اجبرك على حاجه لكن بقيه اللعيبه لازم اجبرها على لعب معين الاسلوب المعين قلت له اصل انا ما اعرفش اروح هنا واروح هنا واروح هنا انا خطورتي الناحيه دي ما انا عايز اوصل هنا ما كده مش هقدر اوصل واخد بالك حضرتك اخترت الاسماعيلي بعدها فما لقيتش حل قدامي الا ان انا اروح الاسماعيلي المعلم عثمان الله يرحمه قال لي انا هوديك بلدي بقى دي بلدي وانا هوديك اسماعيليه وبدات برضو رحله نجاح مع نادي الاسماعيلي رحت نادي الاسماعيلي بس كان في مشكله عندي ان انا مش مقيم هناك بتروح وتيجي القاهرة للإسماعيلية معايا حازم معايا عماد سليمان محسن عبد المسيح علي يونس محمود حسن رايحين جايين القدر بقى انا عشان يعني الموضوع ذكرت كابتن محمد حازم الله يرحمه هركب معاه ما انا احكي لنا بقى يعني ده راكب معاه تركب معاه في نفس العربية النازلة من إسماعيلية للقاهرة بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي هو لسه مشتريها الله يرحمه بقى له 4 سنين معهوش عربية اشترى العربية دي ومشي ورجع لوالدته قال له النبي تدعي لي ده كان آخر كلام كابتن محمد حازم وقال له النبي حاجة ادعي لي أنا مسافر وحبات هناك عندنا ماتش قلت له ربنا معاكم مشي بقت العربية معاه هناك وأنا معايا عربية بسيبها في أول الطريق كيلو 21 العقيد هناك صديقي سيبها فبسيبها في الجراج بتاع المرور واركب اي حاجه وارجع باي حاجه برضو اخد عربيتي واروح عشان بنتعب في السفر والسواقه وكده اليوم ده كنا بنلعب المحله وتعادلنا وبعدين شوه غريب ولعيب تاني جم يستحموا عندنا في اوضه اللبس عشان الميه قطع عندهم وجي احمد حسن وكان شوه غريب فحازم ضحك معاهم كنت انا قاعد في المغطس انا وحازم وعلي اغا بعد الماتش فقال له يلا شوقي يلا ايه الفوط اللي معاكوا التعبانه دي يلا شوقي فوط المحل فوط المحل ايه فوط المحل التعبانه دي كانوا جايين يستحموا عندي المهم انا قلت له حازم انا همشي معاك يا حازم عشان مراتي ممكن تكون ولدت لانها في اخر شهر يعني قال لي كابتن حمد انا هروح سوق الاسماعيليه السوق هجيب حاجه واجي اخدك ونمشي قلت له ماشي يا حازم انا مستنيك المهم خارج بقى خلصت وخارج معايا شنطتي لقيت واحد صديقنا اسمه سانتوس ركبت معايا راح جاي وركن عربيه وقال لي اتفرج يا كابتن حمد حطيت شنطتي على شنطه عربيتي ومعاه حماده الروم راح الراجل ده راح واخد شنطتي حطها في شنطه العربيه وقفل عليه وقال لي والله العظيم هديك العربيه دي نتعشى سوا بس هديك العربيه دي تروح بيها يعني ده اللي عطلك انك تركب مع كابتن لا. محمد حازم لا حازم جاي اهو وفعلا حازم جه قال لي يلا يا كابتن حمد قلت له لا معلش يا حازم هقعد مع الكابتن سانتوس وحمام يا والله قدر قدر ربنا وقتها قال له تعالى محمود يا حسن قال له لا شنب انا قاعد مع عمك حمد مش حاجه معاك قال له تعالى ليك معاه هديه
قال له ايه هي؟ قال له بس لما هقابلك هقول لك. اه ومشي حازم. بعد نص ساعة عرفنا جالكم خبر الوفاة. آه. كان كابتن محمد حازم وكابتن علي أغا حارس المرمى ومحمود جابر. كنت انا اصلا همشي انا وحازم ومحمود حسن ومحمود جابر. علي أغا لما لقاني ما روحتش محمود قال له حازم انا جاي معاك. استقبلت الخبر ازاي وقتها وانت كنت هتركب في العربيه دي؟ احنا كنا بنتعشى وقتها لقينا اخو حماده طول يعني لسه ما طلعتش من اسماعيليه وقتها. لا ما طلعتش من اسماعيليه بتعشى. قاعدين بناكل اخو حماده طول من جيب قال له حماده حازم محمود جابر معايا اهو. محمود جابر لقيناه. يا محمود. قال حازم مات. قلت له محمود في ايه يا محمود؟ بس قال لي العربيه اتقلبت بينا وبتاع. حازم مات يا كابتن محمد. واحد عمال يعيط. الله يرحمه. المهم رحنا حماده الرومي نزل حافي. وجي مصر حافي. خطه عند البيت. من صدمه بعت محمود حسن راح جاب له جزمه. اشترى له جزمه على قد مقاسه. مقاسه صغير. فوجئنا بمحمود جابر. رحنا على المستشفى لقينا اسماعيليه كلها موجوده. وبعدين القدر بيتحكم. محمود جابر كان قاعد جنب حازم. راحوا البنزيمة هيجيبوا سندوتشات من الشنطة. محمود جابر. علي أغا راح طالع من ورا. نزل قعد مكان محمود جابر. قال له محمود معلش عشان رجلي طويلة. والراجل بتاع أوضة اللبس جاي من القاهرة عنده 7 بنات من الوزارة. تذاكر بيقطع تذاكر. قال لحازم خدني معاك. قال له طب انا رايح السوق وراجع. خد فلوس اهي عشان معايا حمدي نوح ومعايا محمود حازم. حازم اداله فلوس عشان يركب عربيه اوبر. حازم راح السوق ورجع وهو ماشي هو ماشي هو محمود جابر وعلي أغا لقى الراجل. حازم بص في المرايه لقى الراجل. قال له الراجل ما مشيش. راح واقف راح مشاور. قال له انت ما ركبتش؟ قال والله انا مش لاقي تاكسي عشان يموت. اقدر ربنا اقدر ربنا. ثلاثة محمود ده جابر اهو ما شاء الله. اقدر ربنا هو قعد ورا هو اللي كتب وهو اللي يعني اللي رسم السيناريو ده اللي حياتك تتاخر. مسكوا الكرسي محمود. قال لي حسيت ان انا في علبة كبريت. وما لقيتش الثلاثة اللي جنبي. دي كانت اللحظات الصعبة لحياتك في اسماعيلية لكن كان في لحظات حلوة برضو.